لا تنتهي مصائب هذا الشمال السوري، زلزال فسيول فأمطار فعواصف فقتل، وقتل بدم بارد. فتية قيل أنهم ينتمون لإحدى فصائل الجيش الوطني قاموا بقتل 4 من السوريين الكرد. لماذا؟ لأنهم يحتفلون بعيد النيروز. لماذا قتل هؤلاء وكيف قتل هؤلاء ولأي دوافع ومن يحرك هؤلاء إن كان أحد هناك يحركهم؟ تعددت الروايات واختلفت التفاسير والنتيجة واحدة، 4 من الكرد السوريين مدرجون بدمائهم. ومن ثم يقول البعض إن هذه القضية هي الآن على مسرح التدويل، قد تدول وقد لا تدول. حياكم الله فيما تبقى. شهدت منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامن ومطالبات بمحاسبة مرتكبي جريمة جنديرس في ريف حلب. من وسط مدينة جنديرس، هذه الجموع من أهالي منطقة جنديرس، من أكراد جنديرس، تجمعوا اليوم للتعبير عن غضبهم بعد الحادثة والجريمة التي تعرضت لها هذه المدينة بمقتل 3 أشخاص نتيجة إشعالهم للنار كجزء من الاحتفال بعيد النيروز. تشاهدون وتسمعون أصوات الغضب والمطالبة بخروج الفصائل من المدينة من جموع المتجمعين في هذه المدينة. نسمع الآن مطالب بخروج الفصائل بشكل كامل من هذه المدينة بعد الظلم والتجاوزات التي تعرض لها أهالي المدينة. نحاول هنا أن نسمع من يعني الموجودين هنا، الله يعطيك العافية. شو الشيء اللي حابين تقولوه؟ أنا حابب أوصل شغلة للمجتمع كله، نحن منا ضد الثورة، نحن ضد الأسد، بس نحن كراد عم نطلب بحقنا، ما بدنا الظلم، 5 عم نستحمل الظلم من هدول، ما بدنا، نحن مع الثورة، نحن ضد الأسد، نحن ضد الظلم، نحن استحملنا بما فيه الكفاية 6 يعني حاج، نحن عم نطلب إنه حاج يعني إنه تعبنا، تعبنا تعبنا تعبنا. حالياً شو هو مطلبكم؟ مطلبنا يحكموا، لا بدنا يحكموا بالإعدام للي نفذوا هالجريمة، بدنا الإعدام لهالجريمة نحن، بس ما بدنا أكثر منه. إذن المطلب الأول الذي نسمعه هنا هو القصاص من الذين قتلوا يعني الشهداء الذين راحوا ضحية شهداء النيروز الذين تم تسميتهم بهذا الاسم. أيضا هناك مطالب واضحة طبعا بخروج الفصائل من هذه المدينة. أشهد غنوة لعرضنا من أشهد غنوة لعرضنا من أشهد غنوة لعرضنا من. هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها أكراد مدينة جنديرس وأكراد منطقة عفرين بهذا التجمع وبهذا العدد الكبير للمطالبة بحقوقهم. يتحدثون بأن 5 من الظلم أصبحت كافية وهم الآن يخرجون ويرفعون صوتهم. أشهد بالجان بالطبع، أشهد بالجان بالغين أمتر، أشهد بالجان بالغين أشهد أمبار أخين. الله يعطيك العافية. شو هي مطالبكم؟ شو هي الرسالة اللي حابين تقولوا؟ ناخذ حقنا، لناخذ حقنا. شو المطلب المباشر حاليا؟ اللي قتل لازم يموت، اللي قتل لازم يموت. لحقنا اللي اعدم العرمو جريمة، العرمو الجريمة لازم هدول يعدموا. بنو جنديرس قدام الشباب، بنو جنديرس لازم هدول ينعدموا. ما بدنا فصائل. إذن هي مطالب ما بدنا فصائل، ما بدنا فصائل، ما بدنا شرقية، ما بدنا فصائل، ما بدنا شرقية. إذن هي مطالب بأخذ القصاص من قتلة الشهداء شعلة النيروز وأيضا إخراج الفصائل من هذه المدينة. أشهد غنوة لعرضنا من ترى أشهد بالجان بالغين أبتر أشهد بالجان بالغين أبوار أشهد بالجان بالغين. سمعنا وإياكم هذه المطالب والتي خرج بها أهالي جنديرس ومن عفرين ومن جميع المكونات. هنا يعني أحد رموز مدينة عفرين السياسيين أيضا يشارك في هذه التظاهرة. الله يعطيك العافية أستاذ، شايفكم اليوم حاضرين. شو هي الرسالة؟ أنا البارحة في بيان نشر لكم ولكن أنتم موجودين اليوم على الأرض، شو موقفكم؟ شو تعليقكم؟ هلا نحن جايين نشارك بدفن شهدائنا يعني، ونحن ندين هي الجريمة النكرة، ونحن نتمنى انه يكون في خطوات انه تمنع الجريمة القتل بحق الناس الاهالي.
نحن كلياتنا مدنيين، نحن لا سلاح لدينا، نحن الشعب الكردي بعفرين، فما في ضرورة وجود مسلحين أبدا، نحن ضد وجود المسلح بأي شكل كان، ما دام هناك مؤسسات اسمها شرطة مدنية وعسكرية لا ضرورة ببقاء مسلحين. نحن هي أول مرة بنشهد تحرك للأكراد بالمنطقة، شو هي السبب برأيك؟ ليش خلال هالخمس سنوات ما شفنا هيك تحرك تجاه كل التجاوزات والانتهاكات؟ يعني بصراحة نحن متفاجئين من هاي الجريمة اللي صارت، نحن بنتعرض لجرائم، جرائم من كان قطع الأشجار أو الاعتداء على الحريات، عندنا 15,000 اعتقال صار بعفرين من خلال خمس سنوات، وهي جريمة كبرى بحد ذاتها، بس نحن عم نقول مرحلة بتعدي، مرحلة بتعدي، يعني أي دولة في العالم بيصير فيها جريمة، بيصير فيها انقلاب، بيكون الطوارئ ست شهور، نحن صرنا 12 حالة طوارئ يعني عم نعيشها. يعني ما حاجة يعني هالجرائم ترتكب بحق هذا الشعب، شعب مسالم ما له علاقة لا بسلاح ولا بشيء. الله يعطيك العافية أستاذ. إذا جريمة شهداء شعلة النيروز تفتح الأبواب على حقوق الأكراد بشكل عام في المنطقة، يتحدثون وكما سمعتم بأن حقوقهم مسلوبة ولا يستطيعون العيش بحريتهم التي يأملون ويرغبون بها، وهذه الجريمة هي التي يعني جعلت الجميع ينتفض في هذه الواقعة. من مدينة جنديرس ولتلفزيون سوريا كان معكم هادي طاطن. الحديث أكثر عن هذه الجريمة التي حدثت في جنديرس معنا من أبسالة في السويد رئيس المجلس الوطني سابقا دكتور عبد الباسط سيدة. دكتور مرحبا بك. يا أهلا وسهلا. العزاء لك ولنا ولكل السوريين في هذه الجريمة النكراء، ورحم الله الضحايا. شكرا جزيلا. طبعا بهذه المناسبة الأليمة وبكل أسف المناسبات السورية الأليمة باتت كثيرة وكثيرة جدا، أما مناسبات الكرد السوريين فهي يعني بمعنى تزيد عن المناسبات السورية بأن هناك موقف يعني غير مفهوم من جانب بعض القوى التي تدعي بأنها تنتسب إلى الثورة. والمشكلة في يعني ضحايا النوروز هذه ليست المسألة القضية الأولى والأخيرة. عن أي قوة تتحدث دكتور؟ حافظ الأسد. نعم إذا سمحت لي، من أيام حافظ الأسد تعرض الكرد هكذا حوادث. أول شهيد من شهداء نوروز سليمان محمد أمين آدي أتذكر كان في دمشق 1986، بعد ذلك كانت هناك انتفاضة نوروز 2004 في القامشلي، وبعد ذلك من في أي يعني بمعنى لا يمر عام من الأعوام إلا وتكون هناك مشكلة. الآن الوضع في عفرين، نعلم جميعا أن الارتكابات والتجاوزات في عفرين هي أكثر من الكثير، وقد نبهنا إلى ذلك دائما كتابة ومن خلال المقابلات ومن خلال الاتصالات، لكن التجاوزات مستمرة على أرزاق الناس، على ممتلكات الناس، على أعراض الناس، على حريات الناس، واليوم على حياة الناس. يعني هذه المسألة لابد أن تعالج. الخلل هناك خلل بنيوي وظيفي ليس وليد اللحظة، لا يمكن تجاوز هذا. أين الخلل دكتور؟ نعم أين الخلل؟ الخلل أعتقد الخلل موجود بطبيعة هذه الفصائل، بطريقة تشكيلها، بطريقة تسلطها على رقاب الناس، يعني بمعنى تدعي بأنها تحارب من أجل الثورة، والجميع يعلم بأن القوى التي تعادي الثورة السورية أين هي موجودة. القوات الروسية هي التي قصفت، القوات الإيرانية هي التي قتلت، قوات حزب الله هي التي تدخلت، قوات النظام هي موجودة. من بدل أن تكون هناك مواجهة لهذه القوى، نلاحظ أن هناك تسلط على رقاب المدنيين في منطقة عفرين. منطقة عفرين كانت منطقة منكوبة في البداية حينما كان هناك حزب العمال الكردستاني في المنطقة تحت يافطات كثيرة، بعد أن خرج حزب العمال من هناك عوضا عن التخفيف من سكان أهالي المنطقة باتت التهمة جاهزة، بمعنى هذا ينتسب إلى قسد، إلى حزب العمال، وفي المناطق الأخرى هذا ينتسب إلى داعش وغير ذلك، وبالتالي المدنيون السوريون هم الذين يدفعون الثمن. الخلل يكمن في وجود المسلحين، الفصائل المسلحة ضمن التجمعات المدنية، ضمن البلدات والمدن. جنديرس جميعنا نعرف بأنها منكوبة أصلا، لم
تسترجع قواها بعد الزلزال الذي تعرضت له، وكانت أكثر منطقة تأثرت بالزلزال وأكثر منطقة تعرضت للإهمال بكل أسف. يمكن إدارة المنطقة من خلال المجالس المحلية، من خلال الشرطة، طبعا السلطات التركية هي معنية باعتبار تركيا هي موجودة في المنطقة وتستطيع أن توجه. حسنا دكتور، البعض يقول لك لا، هناك المشكلة أكبر من ذلك، هناك استقواء على الكرد تحديدا هناك استقواء عليهم على الأكراد. هذه المسألة موجودة ولم تعد خافية على أحد. بمعنى هذا المكون السوري الذي عانى ما يعاني، دائما تعرضوا لاضطهاد مركب مزدوج منذ أيام البعث من قبل 60 عاما، والسياسة ما زالت موجودة. بهذه العقلية لن نتمكن من توحيد سوريا، لن نتمكن من ترميم النسيج المجتمعي الوطني السوري الذي تكون نظام. لذلك دائما هناك تدخل. طبعا أنا اتصلت من خلال الاتصالات سابقا على يعني مناسبات مختلفة، حتى مع السلطات التركية، حتى مع المجلس الإسلامي السوري وبعض القوى الأخرى، بعض الأصدقاء، بما أن لابد من التدخل. كانت هناك لجنة رد المظالم، لكن هذه اللجنة لم تفعل شيئا، و يعني التجاوزات ما زالت موجودة. وحينما تتدخل القوى الدولية أو المنظمات الدولية نقول أن هناك تدويل للمنطقة، لكن ابن المنطقة عليه أن يطمئن الناس، أن يزيل الهواجس. بمثل هذه العقلية لن نصل إلى شيء بكل أسف. سأتيك إلى هذه نقطة التدويل لأنها باتت الآن تطرح من قبل البعض دكتور. لما الكرد في هذه المناطق قال لأن ليس لديهم فصيلا مسلحا يحميهم، لذلك الجميع يستطيع التجاوز عليهم. هذه هي المشكلة. فبالتالي هؤلاء الكرد إما أن يرحلوا أو أن يكون لديهم فصيل مسلح يحميهم من هؤلاء. هكذا البعض يضع الحل. أخي الكريم، الكرد أيضا بالأساس يعني النسبة الموجودة من الكرد من أبناء المنطقة حاليا ربما لا تتجاوز 20 أو 25%. الجميع يعني خرجوا، هاجروا، من تشرد في داخل البلد، من خرج إلى الجوار الإقليمي، من توجه باتجاه أوروبا. والغريب الأمر أن الفصائل الموجودة وحتى واجهات المعارضة الرسمية الموجودة سواء الائتلاف أو غير الائتلاف يتعاملون مع هذا الوضع وكأنه وضع طبيعي. طيب بمثل هذه العقلية كيف سأتمكن من إقناع الكردي السوري بأنه جزء من المشروع الوطني السوري وبأنه لا خطر على مستقبله؟ لنترك الأكراد، كيف سنطمئن العلويين؟ كيف سنطمئن المسيحيين؟ كيف سنطمئن الدروز؟ هذه العقليات الغريبة، هذه التصرفات الغريبة هي التي هتكت أو أسهمت في هتك النسيج. عن من تتحدث دكتور؟ عن من دكتور السوري الذي ضربه النظام في الصميم بكل في أول في أول حديثك قلت هناك شخصيات من المعارضة يعني تعاملها كان غريب، واليوم والآن تتحدث عن هذه التعامل. عن من تتحدث؟ من الذي هتك وحدة النسيج السوري من شخصيات المعارضة؟ الشخصيات، الجيش الذي يقدم نفسه بوصف الجيش الوطني، 5 أعوام والانتهاكات مستمرة والجميع يعلمون بذلك. هناك سرقات، هناك اعتداءات على الأملاك، هناك اعتداءات على الحريات، يعني هناك انتهاكات بكل أنواعها موجودة في المنطقة. طيب هذا الجيش الوطني أو هذه الفصائل الموجودة، ألا ترى ما تقترفه عناصرها من انتهاكات في هذه المنطقة؟ الائتلاف ألا يشاهد؟ الحكومة المؤقتة ألا ترى؟ كل هذه الأسئلة تطرح. وبالتالي حينما يكون هناك صمت عام، بمعنى الجميع مشترك في هذه الجرائم بهذه الصيغة أو تلك. لكن هذه الجرائم تقع على الجميع، ليس فقط على الأكراد.
تقع في منطقة عفرين بمعنى لها وضعية خاصة، وعفرين تعاني منذ 5 سنوات من هذه المسألة. طبعا في المناطق الأخرى أيضا هناك، يعني في عفرين فقط الأكراد. لذلك الحل يتمثل بخروج المسلحين من المدن، تسليم المدن إلى المجالس المحلية، إلى الشرطة، وبالتالي أن تتدخل السلطات التركية لتضع حدا لمثل هذه التجاوزات التي باتت تجاوزات مفضوحة مقيتة بكل السياق. أي في عفرين الظلم يقع يعني تحديدا على الأكراد، هكذا تقول دكتور، مستهدفون الكل، يقع على الجميع، يعني بمعنى كل مدني، كل مدني، هناك وافدين في المنطقة، حتى لا نعطي المسألة بعدا آخر، أو حتى لا يتم يعني تفسير الكلام تفسيرا آخر. طبعا هناك وافدين في المنطقة، وهذه حالة طبيعية باعتبار أن المنطقة أو سوريا جميعها منكوبة، لكن بمعنى أن يكون هناك تقصد على أبناء المنطقة، على أرزاق المنطقة، على ممتلكات سكان المنطقة، بقصد بأنهم كانوا من أتباع أو قريبين من حزب العمال الكردستاني الثاني أو من PYD أو غير ذلك، هذه التهم باتت ممجوجة، باتت أسطوانة مشروخة كما يقال. لابد من ضبط هذه المسائل، وهناك الكثير من أبناء عفرين ممن هم يقيمون الآن سواء في تركيا أو في الداخل ويعرفون الأوضاع بالتفصيل، بالتعاون مع هؤلاء يمكن التدخل وتهدئة الأوضاع، وإلا فإننا يعني نتوجه إلى المجهول. كيف يعني المجهول؟ الآن هناك حديث أنه ربما تدول هذه القضية غدا، ربما هذه مسألة خاضعة لإرادات الدول، تدويل أو عدم تدويل. أصلا القضية السورية بشكل عام باتت جزءا يعني بمعنى من أجندات الدول، والواجهات الرسمية بكل أسف باتت أدوات ضمن هذه الأجندات. وفوق كل هذا وذاك، بمعنى الكل يتآمر على القضية السورية، لا تحديدا هذه الجزئية دكتور، يعطي الأولوية لحساباته، وفي نهاية المطاف نحن دكتور نقوم باضطهاد بعضنا البعض، وقد وصلت الأمور إلى مسألة إطلاق النار على مدنيين يحتفلون بعيد نوروز. وعيد نوروز بالمناسبة هو عيد شرقي عام لا يخص الكرد وحدهم، وإنما هو منتشر بين الإيرانيين في أفغانستان، حتى في مصر هناك عيد شم النسيم ربما له علاقة مع الانقلاب الربيعي وغير ذلك. هناك الكثير من الحكايات هو نفسه هذا عيد فرعوني أيضا في مصر نفسه، استقبال الربيع، نعم، الانقلاب الربيعي الذي يحدث في المنطقة استقبالا للربيع. طيب دكتور، في جزئية التدويل هناك حديث عن مظاهرات ربما تخرج غدا في باريس في هذه الجزئية تحديدا، يعني هناك سيتلقفها المتلقفون في أوروبا للخروج في مظاهرات، وتحديدا الحديث عن باريس ربما، لا أعلم، ليست لدي معلومات، هناك أحاديث شتى، لكن في نهاية المطاف العلة موجودة في الداخل. لو لم يكن هذا التصرف لما كانت هذه الاعتراضات، لما كانت ردات الفعل. الإنسان حينما يصاب بالقهر، يعني بمعنى حينما كنت أسمع اليوم إلى شعارات ومطالبات الأهالي في جنديرس وعفرين، بمعنى هناك حالة قهر، يعني الظلم، ضغط متواصل على مدى سنوات، والآن أتعرض للقتل بدم بارد، وبمعنى الاحتجاجات من الوسط السوري، يعني من المكونات الأخرى، من المكون العربي السني تحديدا، يعني هناك احتجاجات لكنها بكل أسف لم ترتقي إلى مستوى المطالبة بوضع حد نهائي لمثل هذه الانتهاكات. يعني السنة دكتور، العرب السنة يتلقون كذلك كثير من الانتهاكات، وخرجوا يعني وأعلنوا رفضهم لهذه الجريمة وتضامنهم. أنت ترى يعني مستوى التضامن غير كافي؟ أعتقد أننا في البدايات لو عالجنا الموضوع بطريقة سليمة لما وصلنا إلى هذه النقطة. دائما كنا نقول هناك انتهاكات، هناك تدخلات، قطع أشجار الزيتون، هذه الأشجار المباركة التي تزين المنطقة ولها يعني أعمار طويلة، يقومون بقطعها وبيعها كحطب، اعتداءات على معاصر الزيت، اعتداءات على الآليات، اعتداءات، كل هذه المسائل من 5 أعوام مستمرة،
يعني لم نجد دائما هناك وعود، بمعنى هناك اللجنة ستتدخل ستضع حدا لهذه المسائل، لكن يعني الأمور متواصلة. لذلك هذا الإنسان أو لا أعلم من الذي أطلق النار في نهاية المطاف، هم مسلحين الذين في المنطقة، هناك من تحدث عن جيش الشرقية، هناك من تحدث عن أحرار الشرقية، يعني بعض النشطاء المدنيين، لكن في نهاية المطاف العناصر معروفة من قبل الجيش الوطني، وهو يعني بمعنى لابد أن يكون هناك تدخل، لكن هذا العنصر حينما يقوم بقتل 4 من عائلة واحدة بدم بارد ويطلق النار ويصيب العديد بالجروح، هذا معناه بأنه لا يخشى من أي محاسبة، ولما لما أقدم على ما أقدم عليه. حسنا دكتور، تقول أنه أنت يعني ككردي سوري كيف سوف تشعر بالاطمئنان، العلوي كذلك، الدرزي، أيا تكن إلى آخره من المكونات المجتمع السوري، تقول أن يعني العرب الأكثرية العربية السنية فشلت في تطمينكم؟ المشكلة الأكثرية العربية السنية هي أيضا مضطهدة، أيضا حتى لا يفسر الكلام، ولكن بمعنى الواجهات السياسية التي تدعي تمثيل هذه الثورة هي التي فشلت. يعني بمعنى على المستوى الشعبي لم تكن هناك مشكلة بين السوريين في يوم من الأيام، لكن بمعنى هذه الجهات السياسية سواء من جانب السلطة أو حتى من جانب المعارضة هي التي لم تتمكن من طمأنة سائر السوريين. وقد كتبت حول هذا الموضوع بخصوص المجلس الوطني السوري على سبيل المثال، لم نتمكن من طمأنة العلويين، لم نتمكن من طمأنة الكرد، لم نتمكن من طمأنة المسيحيين بأن الجميع سيكون في مأمن على قاعدة احترام الخصوصيات، احترام الحقوق، على قاعدة وحدة الشعب ووحدة الوطن. لكن حينما يأتيني أحدهم ويحاول أن يطبق الشريعة الإسلامية وفق فهمه هو، فهمي وهذا في معظم الأحيان فهم ناقص، لا نصل إلى شيء. حينما بمعنى يعني نتصرف تصرفات ليست في صالح السوريين، لا تساهم في وحدة السوريين، نتحول إلى أجندات أو إلى أدوات في أجندات الآخرين، نصل إلى الوضعية التي وصلنا إليها. على هذه الفكرة المهمة التي تفضلت بها أن الواجهات فشلت في تطمين مكونات الشعب السوري، هناك من يرد على هذا الطرح بالفكرة القائلة أن هذه المكونات هي يعني تنتظر أي فرصة، أي خطأ، أي جريمة هنا أو هناك يقوم بها أحد ينتمي لهذه الأكثرية العربية السنية من أجل تحميله كل الأوزار، مع أن الذي دفع الثمن الأعظم في سوريا من اضطهاد وقتل وتهجير وإلى آخره يعني برأي العين هم العرب السنة. يعني هناك أيضا ترقب وترصد من قبل الأقليات، هكذا البعض يقول. أخي الكريم، يعني بالنسبة لادعاءات النظام معروفة، يعني النظام منذ اليوم الأول وقد نبهنا إلى ذلك في الوقت المناسب، النظام كان يريد الربط بين هذه الثورة السورية التي نتذكر جميعا بأنها كانت ثورة الشباب السوري من جميع المكونات في سائر الجهات في سائر المدن والبلدات. النظام بمعنى كان يتقن اللعبة وقام بإطلاق مجموعة من الناس الذين كانوا لديه، وبالتالي ربط بين الثورة وبين الجماعات الإسلامية المتطرفة، وبمعنى القوى السياسية السورية بكل أسف لم تتمكن من تحديد الموقف المناسب في الوقت المناسب من هذه الجماعات، سواء من جبهة النصرة أو من داعش أو غير ذلك. هذه لعبة تقوم، لكن السوريون بشكل عام، عربا وكردا وتركمانا وآشوريين وسوريان وأرمن وغيرهم بكل دياناتهم بكل طوائفهم، أعتقد بأن لا توجد مشكلة بينهم، إمكانية العيش المشترك ما زالت قائمة، لكن هذه الواجهات التي تركب الموجة وتستغل الدين، تستغل القومية، تستغل الطائفة، تستغل الجهل في سبيل تعميم مشاريعها وبالتالي تجيش الناس، هذه الجهات هي المشكلة، سواء في الجانب الذي
نقول تجاوزا بأنه جانب معارضة، لأن الكثيرين الآن في المعارضة لا يمثلون المعارضة حقيقة، وإنما هي أجندات شخصية، حسابات شخصية تستثمر في الثورة السورية، والنظام من ناحيته هو الآخر لعب بهذه الورقة. واليوم نرى النتيجة، النظام يستقبل في العديد من العواصم العربية، هناك بمعنى زيارات لهذا النظام، هناك تمهيد لتعويمه. يعني لنسأل أنفسنا ما الذي حصل، لماذا حصل ما حصل، بمعنى هناك جملة من الوقت ونحن ما زلنا نبحث في موضوع السني والكردي والعلوي وغير ذلك، وفي نهاية المطاف الجميع سيخسر. قبل أن أختم معك، من خلال تواصلك مع الناس الآن مع الكرد في جنديرس، بصراحة كفروا بالعروبة، ما يطيقون بعد مجاورة العرب، يريدون الفكاك الرحيل، يريدون للعرب الرحيل بصراحة. لا توجد بين العرب وبين الكرد وبين سائر المكونات، لا توجد مشكلة، أنا على قناعة مطلقة بهذه المسألة. المشكلة في هذه العناصر سواء في الجانب العربي أو الجانب الكردي أو الجانب الآخر، هي التي تستثمر في هذه الأوضاع، هي التي تصعد وتحاول أن أنت تجيش ككردي الناس أنت ككردي ما زلت تشعر أنك سوري؟ أشعر بأنني سوري وأعتز بذلك. ولا مشكلة لديك مع العربي؟ مع لا توجد أي مشكلة، لا توجد كلام شعارات هذا دكتور، لأنك على الهواء، وإنما هو موقف غالبية الكرد. لكن المشكلة لابد أن تعالج هذه المسائل، ما لم تعالج دائما ستكون هناك مشكلة. هذا كلام لأنك على الهواء أم كلام حقيقة ومعتقدا؟ لا كلام حقيقة، وتابعني في كتاباتي وتصريحاتي ومقالاتي، وليس الآن، منذ 30 عام. لكن البعض يقول أنت لا تمثل، ربما لا تمثل شريحة واسعة في الكرد، أم تمثل شريحة؟ هذا رأيي. أنت برأيك تمثل هذا الكلام، يمثل شريحة واسعة في الكرد أم لا؟ أعتقد أن هذا الكلام يمثل شريحة واسعة من المجتمع. رئيس المجلس الوطني سابقا دكتور عبد الباسط سيدة، كنت معي من أبسالة في السويد، شكرا جزيلا لك دكتور. تهام، ما تبقى غدا بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق، ما تبقى جيد كمان له.